خطوة بخطوة نحو تحقيق الرؤية الحكيمة، ترعى وزارة الاتصالات عددا من المبادرات التي تنطلق بالشراكة مع كبرى الشركات الصينية العاملة في السعودية، والتي تسعى لتوطين ونقل صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. منذ فترة وإحنا نعمل على التنسيق لمثل هذه الملتقيات وهذه الفعاليات، وتأتي متماشية تماما مع الخطة اللي نعمل عليها في وزارة الاتصالات، وفي إن شاء الله فعاليات أخرى قادمة لتحقيق المستهدفات المرجوة إن شاء الله. هذه الملتقيات وغيرها تأتي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة كلجنة تقنية المعلومات بغرفة الرياض التي تحتضن تلك المبادرات. هذا الملتقى انطلاقا من رغبة غرفة الرياض في التفاعل مع مبادرات وزارة العمل، والتي كان ضمنها توقيع اتفاقية وزارة العمل مع لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي كان من أهم مستهدفاتها توظيف 15,000 طالب عمل. الآن غرفة الرياض بدأت في ترجمة هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وفتح وحث الشركات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على توظيف الشباب. السفارة الصينية حاضرة لدعم كل أوجه التعاون بهدف إنجاح وخلق المزيد من الفرص الوظيفية التي تقدمها شركات بلادهم. أنا كسفير أرى هذا العمل جيد جدا، له أهمية في ثلاثة مجالات على الأقل. الأول هو توظيف. في السعودية نسبة كبيرة جدا من الشباب، من الناس هو شباب، لذلك توظيفهم هو دائما مسؤولية الحكومة ومسؤولية المجتمع. رغم ارتفاع سعودة القطاع إلى 43% وزيادة نسبة عمل المرأة فيه إلى 13%، إلا أن المأمول لا يزال في نمو هذه الأرقام لزيادة المساهمة في الناتج المحلي. منصور الأمير، الإخبارية، الرياض.